طلاب، أنا أعتذر عن المشكلة اللي صارت. مثل ما قلت لكم، إحنا عندنا يعني هواية من التيومرز ماركر، ومو من الإنصاف إنه أنطيها لكم حفظ. لا، هاي الحفظ يكون تدريجي خلال فترة ممارستكم بالعمل مالتكم. فراح نعطي بعض التيومرز اللي هي ماركرز، اللي هي أكثر شيء تكون ريليتد وتكون معقولة ومنصفة بالنسبة لكم أنتو كطلاب. الباقي تبقى عندكم كقايد، مثل ما قلت لكم تستفيدون من عدة أثناء، خلينا نقول يعني الروتيشن مالتكم، أو أثناء يعني الحياة المهنية، أو أثناء الروت اللي يصير داخل المستشفيات. عندنا شغلة كلش مهمة اللي هي determination of tumor markers. احنا قبل شوية اخذنا، احنا قلنا ليش نسوي determination of tumor markers. اوكي، وعرفنا انه اول واحدة هي for indication، حتى تدل لنا على نوع التيومرز او وين موجود التيومرز او شنو هو التيومرز. والثانية انه pre analytical phase، ممكن انه نسوي قبل لا نحلل ونعرف انه هذا التيومر ماركرز اللي صار، ممكن انه نعطيه شنو تريتمنت، هذا التريتمنت اللي يعطيه صار ريسبونس او ما صار ريسبونس. الشغله الثالثه ممكن انه ديترمينيشن ميثود والانترفيرنس، يعني احنا شلون راح نتداخل، هل انه هذا التيومرز الموجود ممكن انه نسوي له في السيرجيكال انترفيرنس، هل ممكن انه راديشن فقط يكفي، هل انه لا راديشن وذ تريتمنت، او راديشن سيرجري اند تريتمنت، حسب يعني الحالة المشخصة أو حسب شدة التيومرز ماركر ممكن أنه الانترفرنس أو الميثود ممكن أنه نحددها. والشغلة الثالثة الرابعة والأخيرة اللي هي الانتربريتيشن، تفسير هاي الحالة اللي هي تيومرز حسب نوع الماركرز اللي يكون بيها. عندنا مجموعة تحليلات ممكن نسويها، اللي هي راديو اميونو اسي. راديو اميونو اسي هي احد الطرق التكنيك اللي ممكن انه نستدل على وجود تيومرز. الانزيم اميونو اسي يعني اما اشعاعيه، او انزيم طريقه انزيمتيك يعني انزيمتيك ميثود اللي هي انزيم اميون اسي، او لا عن طريق استعمال الضوء، يعني احنا ندخل هاي الماده ويعطينا عكس للضوء لها، نقيس الطول الموجي للضوء راح نعرف انه هاي الماده شنو هي، او هاي الدلاله شنو هي، according to fluorescence assay، او according to ما تسمى الكيميلي اميونسنس assay، اللي تعتمد على الطرق الكيميائيه، ممكن انه تحدد لنا الطريقه او شنو هو هذا الماركرز اللي ممكن انه يكون موجود وفق التيومرز المحدد. اوكي، راح نتكلم حول determination of tumor markers in analytical interference. احنا بعد ما عرفنا هذا التيومر شنو هو، فاحنا كنا نسوي له انترفرنس. هذا الانترفرنس احنا كنا نسوي له تداخل اللي نستكشف شنو هذا التيومرز وش راح نسوي له. اول نقطه كروس رياكتيفيتي اوف ستراكشرالي سيميلار مولكيولز، مرات تطلع لنا مواد متشابهه بالتحليل، هاي المواد المتشابهه يصير لها كروس رياكتيفيتي، ممكن تتداخل تسبب لنا بما تسمى البوست بوزيتيف ريزلتس او البوست نيجاتيف ريزلت، يعني نتيجه خاطئه اعتبرها صحيحه، او نتيجه هي سالبه لكن بسبب تداخل هاي المواد طلعت لنا بوزيتيف. فاحنا نكون نفصل هاي المواد اللي ممكن انه تسبب لنا ارباك بعمل الدايجنوسيس. هوك افكت كوزد باي هاي كونسنتريشن اوف ذا ماركر، مرات تسبب لنا فد ارباك بالعمل بسبب كميه عاليه امنيا من هذا الماركر الموجود. تسبب لنا يعني احنا الدليل اللي مخليه ما يكفي انه يتفاعل بكميه العاليه الموجوده اللي هو الماركر، فاحنا نكون نقيس الماده بشكل صحيح حتى نقدر نعرف انه الدايجنوستيك الها شنو، او شلون الطريقه اللي ممكن انه نعرف هذا الكاشف حول هذا الماركر بتراكيز متساويه ما بين الماركر والانتيبادي اللي احنا نضيفه. كاري اوفر analyzed ماركر بين سامبلز، احنا لازم نخلي فواصل ما بين السامبلز حتى نقدر نميز سامبلز عن سامبل. طبعا احنا عندنا السامبلات تختلف، كل ماركر له في السامبل محدد، قسم بالبلاد، قسم بالفيسز، وقسم البلاد ايضا يقسم الى سيروم وبلازما الى اخره. انترفيرنس اوف هيتروفيل اند هيومن انتي ماوس انتي بودي،
طبعا هاي الهيتروفيل اي اجسام ممكن انه تتفاعل ويا هالانتيبادي تعطينا فد بوزيتيف ايرور ريزلت، يعني تعطينا فد يعني النتيجه صحيحه لكن هي مو صحيحه بسبب وجود الهيتروفيل اللي هي بالبلاد بالسامبل، او مرات لا الهيومن انتي ماوس انتي بودي. احنا الانتي بودي اللي عندنا اللي يريد الفاعله طبعا انتي ماوس، لانه الماوس ريليتد تو هيومن دائما، فهذا الانتي هاوس الانتي ماوس انتي بودي ممكن يتفاعل ويا كل انتيجين ان كان يعني هذا الانتيجين هو باثولوجيكال او مو باثولوجيكال، ممكن تعطينا فد بوزيتيف ايرور ريزلت يعني نتيجه خاطئه ايجابيه. بهالعمليه احنا شو نسوي اذا صارت عندنا هاي الاشكالات؟ لازم نسوي checking the same samples، نشيك هذا samples by different analytical technology بتقنيات هواية حتى ممكن انه نثبت على رأي محدد اللي هو وجود هذا الماركرز بشكل صحيح. طبعا اكو فد نسب محددة احنا راح نقيسها راح ناخذها بنهاية المحاضرة. على هاي النسب الثابتة نقدر نعرف انه هل قياسنا هذا صحيح لا مو صحيح، لانه يعني لفظة وجود هذا المرض بالانسان يعني مو فشي سهل، احنا لازم يعني نتاكد من انه ما اكو في السبب اخر لوجود هذا الماركرز الا اذا هو تيومرز، يا الله احنا نقدر نقول حتى يبدي برجيم محدد او يبدي في برنامج محدد الما للتريتمنت. اهلا دكتور. الله يسلمك دكتور، الله يخليك. حتى نقدر انه نحدد هذا الديزيز شنو هو. So indication and interpretation of tumor. احنا بعد ما شخصنا اكو تيومر احنا نكون هسه نبدي نعالج not for diagnostic but for monitoring. هل انه هذا الماركرز اللي احنا قسناه نريده للدايجنوستيك لو للمونيتورنج؟ ايضا احنا كل خطوه لازم انه تكون مفهومه عندنا ونعرف هذا الشخص اللي جاينا احنا نريد نشخص الحاله لو حتى نسوي مونيتورنج. طبعا تختلف القياسات حسب الحاله اللي يجينا بها المريض. They can help in diagnostic process. طبعا هي اكيد بفائده الما للدياجنوستيك بروسيس. طبعا positive finding of a tumor, positive finding of a tumor markers اذا كان اكو is of diagnostic value. طبعا هي ذو قيمه ايجابيه يعني احنا كنا ناخذها. Negative finding does not exclude a tumors. شوف مرات احنا يجينا مريض، مرات يجينا مريض ناخذ عنده تحليل دم. نسوي له في التحليل محدد وفق الخطوات اللي اخذناها سابقه يطلع بوزيتيف. هاي البوزيتيف احنا نكون ناخذ بيه اوكي بوزيتيف نخليها على احتياطات انه صار عنده هذا المريض هو بوزيتيف، نتخذ به اجراءات ثانيه حتى نثبت انه بوزيتيف. اذا طلع نيجاتيف وهو عنده اعراض فدائما نشك بنتيجه التحليل مالتنا. ف does not exclude tumor. احنا ما نقول انه هذا ما عنده تيومر لانه طلعت النتيجه مالته نيجاتيف. مثل هسه على سبيل المثال اضرب لكم مثال بسيط اللي هي كورونا. يسوون فحص كورونا وهو عنده اعراض يعني كورونا لكن تطلع المسحه سالبه، فبما انه تطلع مسحه سالبه يقول لك هاي احنا ما نستثني انه هو ما عنده كورونا، لا لازم احنا نسوي له تشيك اخر حتى نشوف انه بي لو ما بي. For diagnosis histopathological examination. الهيستوباثولوجيكال بالضبط، فراح لازم نسوي اكثر من تحليل حتى نسوي دايجنوستس صحيح، وخاصه بالامراض الكريتيكال اللي هي الحرجه او الحساسه اللي هي ما تقبل صح او خطا. هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن ناخذ فد يعني فد سمير او فد عينه محدده نسوي لها فحص نسيجي حتى نعرف انه بالاضافه الى اديشنال تيومر ماركرز تو ديترمينيشن از ذيس سيف اللي هي تكون نتخذ عليها قرار اكيد ونهائي. ترانزيت اليفيشن او تيومر ماركرز مرات نلقى هاي تيومر ماركرز زادت بشكل ترانزيت مؤقت، فاحنا دائما نقول هاي اما انفلاميشن اور نوت مالجننت لكن نون مالجننت تيومر او تروما افتر افيشنت ثيرابي بعد اعطاء علاج ان ديكريز رينال اور ليفر فانكشن. راح تقل احتمال عندنا رينال او ليفر فانكشن تيست فور ماركرز ويتش ار اليمينيتد ذيس واي. يعني مرات احنا شوف عندنا فالزياده بالتيومر ماركرز، هذا التيومر ماركرز الزايد بشكل ترانزيت ما نقدر نقول انه هذا تيومر، لا نعزي السبب الى انه اولا نون مالجننت تيومر، اوكي. الشغله الثانيه نقول انه احتمال انفلاميشن، اوكي. او احتمال اكو في decreasing
بالرينال او الليفر فانكشن تيست، مو فانكشن تيست، هو الفانكشن مال الليفر والكيدني يكون بقله، بحيث ما تفرز لنا هاي المواد اللي هي تعتبر تيومر ماركرز بالطريقه الصحيحه، تتجمع بالبلاد فتعطي يصرحوا لها بوزيتيف ايرور ريزلت، يعني نتيجه ايجابيه خاطئه. اكيد بتعديل الفانكشن مال الكيدني او الرينال ممكن انه الاكسكريشن يصير صحيح وتطلع لنا هاي التيومر ماركرز بدل ما تتجمع لنا ذاك الوقت، انه نقدر نحكم انه الحاله هي مو تيومرز، هي انذر ديزيز. طبعا احنا عندنا indication of interpretation of tumor ايضا dynamic of change. هل حركات هاي اللي ممكن انه تؤدي الى التغييرات increase although in reference range، اي تغيير حتى لو كان ضمن الحدود الطبيعيه may indicate resistance sooner than visualized، تعطي لها شك محدد، هذا الشك المحدد ايش وقت يروح؟ لحين انه احنا بعد ما سوينا CT scan او سوينا الالتراساوند او سوينا البوزيترون ايميشن توموغرافي اللي هو البيت سكان. انكريز ان 3 كونسيكيوتيف بلاد كولكشن، او نجمع لنا ثلاث سامبولات نعيد تحليلها مره ثانيه، اور انكريز باي مور ذان 25% از سيجنيفيكانت تيومر ماركر ماي ديتكت ات تيومر فور اباوت 1 ملي جرام. فاي زياده تعطينا بنسبه 25% ممكن نتوقع انه اكو تيومر بمقدار 1 ملي جرام، اللي هو ما يقارب 10 او 6 مليجنان سيل. طبعا هاي فد معلومات لكم بسيطه، هاي ما راح تجيكم بشكل كيسات، مثل ما تعرفون انتم دراستكم بشكل كيس ستدي. كلينيكال دايجنوسيس از بوسيبل فور يعني 10 او 9 اللي هي تعتبر فد مليجنان سيل. سيستميك اكزامينيشن، لازم احنا نسوي سيستميك اكزامينيشن لكل مريض صاير بيه تيومر، وخاصة after treatment أو after surgery أو after radiation حتى نشوف the prognosis مال disease، هل صار metastasis أو ما صار metastasis. So repeated determination after operation، تكرار التحديد أو تكرار التشخيص بعد العملية أو بعد العلاج هو كلش مفيدنا، وخاصة at the beginning shorter interval، بالبداية المرض هو راح تكون مسافات كلش قريبة. الله يبعد المرض عن الجميع. اذا كان اكو احد من عندكم عنده مريض من هذا المرض او تيومرز، شوف انه في بادئ الامر بدايه خلينا نقول الاصابه بالتيومرز، دائما التشيكينج يكون انترفال كلش قليل، يعني كل شهر نسوي او كل 20 يوم، بعدين راح تستمر لكل 3 أو 6 أشهر، وبعدين المرات تكون كل سنه اذا بقى الانسان على قيد الحياه، وان شاء الله الصحه والعافيه للجميع. اخر واحده اللي هي فولو اب اوف مور تيومر ماركرز، احنا لازم نشيك كل التيومر ماركرز اللي ممكن انه تواجه هذا التيومرز الموجود في عضو محدد او في مكان محدد. هاي probability of detection of tumors ممكن انه تحدد لنا او تعطينا نسبه ثابته الى وجود هذا التيومرز. فاحنا عندنا ما تسمى الايديال سيتويشن، حالة الكت اوف. الكت اوف هي يعني نسبة ثابتة أو قاطعة تحدد لك إنه هل أكو تيومر أو ماكو تيومر. فإحنا هاي الكت اوف تعطينا نسبة ما بين الهيلثي والبيشنت، ما بها مجال، يعني هذا إذا أنت اخترت الأيديال سيتويشن أو الأيديال ماركر لحساب هل إنه هذا الشخص يحتوي على تيومر أو لا، لازم إنه يكون كت اوف ريزلت، نتيجة قاطعة حاسمة بما أنه أما patient أو health. لكن مرات تعطينا لا مشكلة أنه الماركر اللي أنت اخترته مو ماركر صحيح، فيعطيك أما false negative أو يعطيك false positive. الfalse positive أنت راح تتوقع هو patient صح، لأنه طلعت لك النتيجة false positive، يعني طلعت لك positive لكن هي مو صحيحة. هاي المو صحيحة مثل ما قلت لكم هو يا أما عنده مشكلة بالرينال والليفر، سوت لنا اكسكريشن قليل بحيث زودت لنا التيومر ماركرز، او لا هو يعاني من انفلاميشن بسيط او نون مالجنس سيل، او تطلع لنا نتيجه اللي هي نيجاتيف فولس. النيجاتيف فولس راح تتوقع لنا انه هذا الشخص هو هيلثي، لكن هو مو هيلثي، هو فعلا عنده ديزيز لكن بسبب التحليل ما طلع عنده ريزلت صحيحه. فلازم احنا ننطي الايديال ماركر اللي تعطينا كات اوف ريزلتس، يا اما healthy يا اما patient. على هالاساس هذا احنا قسنا شغلتين،
الشغلة الأولى يشرحوا لها specificity، والشغلة الثانية يشرحوا لها sensitivity. specificity هي الخصوصية، هي الخصوصية. طلاب وياي يسمعون صوتي واضح؟ خو ما تعبتوا؟ اوكي. specificity هي الخصوصية، شنو هي الخصوصية؟ احنا نقيس بما تسمى الترو نيجاتيف، ونقيس الترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف. يعني احنا ناخذ لنا عينات محددة من مجموعة مرضى، نشوف انه ايش قد طلع عندنا. طبعا هذه specificity والsensitivity خاصة بمجموعة مرضى، يعني خاصة احنا نسوي quality control. كواليتي كنترول الى هذا التيست المحدد في المختبر محدد، نشوف انه هل السبيسيفيتي مالته عاليه، هل السنسيتيفيتي مالته عاليه. نقيس كل الناس اللي صارتهم ترو نيجاتيف، ترو نيجاتيف، نجمع وياهم الفولس بوزيتيف، الفولس بوزيتيف، نطلع ريشيو، ريشيو مال المصابين الحقيقيين على المصابين الحقيقيين زائدا المصابين الكاذبين اللي هي فولس بوزيتيف. ترو نيجاتيف شنو معناها ترو نيجاتيف؟ يعني هم اصلا ما بيهم، يعني هذول ما بيهم ديزيز، ما بيهم ديزيز، على الما بيهم ديزيز، وذول ايضا هم ما بيهم ديزيز. ترى الفولس بوزيتيف هم ذول اصلا ما بيهم ديزيز. اذا طلعت النسبه عاليه، اذا طلعت النسبه عاليه، هل يعتبر هذا المختبر صحيح؟ قياساته صحيحه لو لا؟ اذا كان واحد او اكثر من واحد، من يقدر يقول لي ويفسر لي الحالة بالضبط؟ يلا طلاب، أنا أساعد اللي يرفع إيده، أنا أساعده وياه. أعيد السؤال، أعيد السؤال. فراح إحنا نقيس specificity، خصوصية هذا الفحص او هذا التيومر ماركرز الى مجموعه مرضى. نريد نشوف انه هل هذا الفحص يعتبر سبيسيفيك، سبيسيفيسيتي مالته عاليه لو قليله. وايضا نقيس السنسيتيفيتي، نقيس كل المرضى اللي طلعتهم ترو نيجاتيف، ترو نيجاتيف، على ترو نيجاتيف وفولس بوزيتيف، نشوف النسبه اذا هي واحد، اكبر من واحد، او اقل من واحد، وش تعني. زين، أسألكم سؤال آخر، ترو نيجاتيف شنو معناها؟ من يقدر يقول لي ترو نيجاتيف شنو معناها؟ نعم فرح. دكتور اللي يعني ما عندهم يعني ترو نيجاتيف، يعني ما عندهم إصابة يعني، يعني فعلا ما مصابين، أوكي، ابقى إيه. يا فرح. نعم. فولس بوزيتيف. يعني هم عندهم بس يعني طلع النتيجة، يعني التحليل يعني هم عندهم الأعراض بس طلعت ال فولس بوزيتيف. فولس بوزيتيف يعني يعني خاطئه، يعني طلعت النتيجه طلعت لكن هي ما بيهم شيء، وايضا غير مصاب. شكرا على بالضبط الساره وعلى، اذا ذولا كلهم ما مصابين، لكن الفولس بوزيتيف سبب لنا مشاكل صح؟ والترو نيجاتيف هو الصحيحه. فاذا كانت الترو نيجاتيف اللي هي البسط عاليه عاليه، فراح تطلع لنا النسبه من واحد واكثر. اذا اذا كانت السبيسيفيستي واحد واكثر، فهذا التيست مضبوط 100%. اذا طلعت لنا سبيسيفيتي اقل من واحد، اذا نسبه الفولس بوزيتيف عاليه، نسبه الفولس بوزيتيف عاليه، اذا هذا التيست ما يعتبر سبيسيفيك الى هذا المرض. واضحه الفكره فرح؟ اي دكتور، بس يعني اعتمادا على شنو؟ يعني مثلا هسه اجاني واحد سويت له التيست هذا، على مو واحد، يعني مو واحد، على مجموعه ناس، مجموعه ناس، على مجموعة سامبلات، مجموعة سامبلات، وشفنا كم سامبل طلع ترو نيجاتيف وكم سامبل طلع فولس بوزيتيف. على هالاساس هذا تقسيم النسبة مال ترو نيجاتيف على السمشن مال ترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف، شفنا النسبة إذا واحد وفوق، إذا واحد وفوق، فنقول إنه هذا التيست على سبيل المثال البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين هو سبيسيفيك المن للبروستات كانسر. واضحه الفكره؟ لكن اذا طلعت النسبه السبيسيفيسيتي اقل من واحد، فنقول انه هذا التيست هو
مو سبيسيفيكلي للبروستات كانسر. واضح؟ يعني دكتور هنا نريد نحدد يعني هذا التيست هو يعني مطلوب او لا؟ عفية. يعني يفيد بالدراسه. Evaluation of tumor markers. تقييم هاي الماركرات وربطها بالأمراض. واضح؟ نعم. شكرا. سؤالي لكم طلاب كلكم. واضح الفكرة؟ احنا نريد نقيس specificity وsensitivity. هل انه هذا هو خاص هالمرض هذا؟ اذا كانت النسبة true negative على ترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف واحد واكثر، يعني جماعه الترو نيجاتيف هم الاعلى، الترو نيجاتيف هم الاعلى، اذا هذا سبيسيفيك. لكن اذا كانت النسبه اقل بمعنى انه المقام هو الاعلى يعني الفولس بوزيتيف، فتطلع لنا هواي نتائج هي يعني خاطئه ايجابيه، هي خاطئه فيعتبر هو نوت سبيسيفيك الى هذا الدليل. واضح؟ probability that a negative test mean negative diagnosis true negativity in healthy subject مثل ما شرحناها هسه. نجي ناخذ sensitivity الحساسية. الحساسية نفس القانون لكن بالعكس. الحساسية دائما ما تروح على النيجاتيف، تروح على البوزيتيف. نقيس لترو بوزيتيف، ايش قد ناس طلعتهم ترو بوزيتيف؟ يعني هذا التيست على سبيل المثال 20 شخص سويناه فعلا طلع هو ترو بوزيتيف. اوكي هاي ال 20 نخليها هنا. تطلع لنا فولس نيجاتيف يعني هو اصلا بي، اصلا هو مصاب لكن للاسف طلعت لنا فولس نيجاتيف. فاذا كانت النسبه واحد او اكبر فهي هاي سنسيتيف. ليش؟ لانه الترو بوزيتيف عالي. واضح؟ فاذا نقول انه هذا التحليل هاي سنسيتيف اذا كانت نسبه النماذج طلعت ترو بوزيتيف عالية، وإذا نقول هذا التيست هو سبيسيفيك إذا كانت الترو نيجاتيف هي العالية. هل قيمتين ذني أو قانونين هذني اللي هنا سبيسيفيسيتي وسنسيتيفيتي قدرنا نحدد أنه أي تيومر ماركرز هو سبيسيفيك حسب الترو نيجاتيف ريزلتس، وقدرنا نحدد أنه أي نتيجة هي سنسيتيف according to true positive results. طبعا هاي اذا تجي عليها تجي بشكل مساله حول مختبر محدد، واقول لكم قيسوا لي specificity الى هذا tumor markers او قيسوا لي sensitivity الى هذا الماركرز. عندنا قيمتين ثانيات اللي هي صحولها positive predictive value. positive predictive value هل انه هاي القيمه تعتبر يعني positive او تعتبر نيجاتيف؟ طبعا شو تقيس لنا ترو بوزيتيف؟ ترو بوزيتيف يعني هذول اللي هم فعلا مصابين على اللي هم اصلا مو مصابين. اذا طلعت لنا نسبه عاليه فهي هايلي بوزيتيف بريدكتيف فاليو. ليش؟ لانه هم فعلا ترو بوزيتيف. اذا النسبه الثانيه اللي هي نيجاتيف بريدكتيف فاليو ناخذ الترو نيجاتيف اللي هم اصلا فعلا ما مصابين على الفولس نيجاتيف اللي هم يعني طلع نيجاتيف لكن هم مصابين. اذا طلعت النسبه عاليه يعني اصلا هو الترو نيجاتيف 100% فهو نيجاتيف بريدكتيف فاليو. طبعا بالمراجعه انا راح اعطيكم فد امثله عليها تخليكم تقدرون تحفظون شنو هي السبيسيفيسيتي، شنو هي السنسيتيفيتي، شنو البوزيتيف بريدكتيف فاليو وشنو النيجاتيف بريدكتيف فاليو. هاي مجرد انه مختصرات شنو التي بي وشنو التي ان الى اخره. سو هاي سبيسيفيسيتي اذا كانت النسبه عاليه نوت بريزنت ان اذر ديزيز، يعني ما اكو موجوده بغير ديزيز. نون تيومر اند ان هيلثي سبجكتس مثل ما قلت لكم تعتمد على ترو نيجاتيف، على الترو نيجاتيف هاي سبيسيفيسيتي. سنسيتيفيتي لا معناها اكو ديكتابل ات ا بيجنينج اوف ديزيز، يعني اكو بوزيتيف او ترو بوزيتيف ريزلتس، اكو نتيجه ايجابيه ممكن انه سببت لنا الهاي سنسيتيفيتي. سو اوبتيمال بوزيتيف اند نيجاتيف بريدكتيف فاليو عرفناها شلون نقيسها. واذا كانت اورجانيك سبيسيفيك
يعني هل انه هذا الانتيجين هو specific to organ or tissue or not specific، ولازم انه نقيس الكوريليشن. الكوريليشن يجب ان تكون عالية with the tumor masses and prognosis. خلصنا محاضراتنا السابقة، وهي محاضرة شوية صعبة وجافة، لكن الواحد من يعيدها ممكن انه يفتهمها بصورة اسهل. طلاب واضحة المحاضرة؟ اعيد لكم في الشيء. واضحة طلاب؟ واضح. صعبة لو سهلة؟ صعبة، سهلة، مؤمل قال سهل، غير مؤمل جافة. بالضبط جافة فاطمة، طبعا جافة، أنا أقول ليش؟ ليش؟ لأنه هي عبارة عن يعني خلينا نقول فت قيم، وهاي القيم نحددها، احنا عندنا الشغلة الوحيدة اللي ممكن أنه نستفاد من عندها هي السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي، ونقيسها، نقيسها حسب الحالة. بالنسبة للتيومرز ماركرز لا تخافون من عندها، راح ألخصها لكم بشكل معقول، بشكل منصف، أعطيكم على النوع الأول، وأعطيك يعني على الفيتو أو الإمبريوجينيك سبيسيفيك أنتيجين، وأعطيكم على الأورجانيك سبيسيفيك أنتيجين مجموعة، وأعطيكم على النوت سبيسيفيك أورجانيك أنتيجين. خاصة المحاضرة السابقة، ننتقل إلى المحاضرة